احنا كنا شرحنا المرة اللي فاتت الجي كويري وكنا عملناه بالسي شارب، بالسي شارب كود. المرة دي هنشرح نفس النيو سلايدر ولكن بالجي كويري. ايه الجي كويري؟ الجي كويري هو كود جافا سكريبت، يمكن ميزته ان انت بتستخدمه في حاجة جاهزة وما بتحتاجش ان انت يبقى عندك قوة في الجي سكريبت، في الجافا سكريبت عموما. المهم انا عندي 2 بلاجن، اول بلاجن اسمه سايكل بلاجن، تمام؟ في تايبس للبلاجن اللي عندي، في تايبس قصدي لعملية اللوب. هل انت عايزه شافل ولا انت عايزه فيد؟ عايزه فيد هيبقى عامل كده. انا اخترت موضوع الفيد ده، تمام. دي في تايبس كتير لعملية البتاع. التاني سكريبت التاني اللي هو الجافا سكريبت 1.8 1.5. طبعا كل ال 1.5 والجيكويري سايكل موجودين كتحميل في الاتاتشمنت في الـ تحت الفيديو، ولكن يهمني ان نخش على برنامج الدريم ويفر. البرنامج الدريم ويفر ميزته ان هو يعني بيتميز بالقوه في التعامل مع الجافا سكريبت والاتش تي ام ال تاجز عموما يعني، والبي اتش بي بقوه. لو هنلاحظ ده السكريبت، ادي السكريبتات بتاعتي، عملت امبورت للسكريبت بتاعتي، تمام. ادي اهو ال 1.8 1.5 والسايكل، هما بيعملوا اوتو ارينج وبتاع. يعني هو اللي انا اديته كلاس، من اديته تاج من نوع ديفيجن، اديته تاج من نوع ديفيجن وحطيت في التاج اللي اسمه ديفيجن ده الصور زي ما احنا شايفين كده. حطيت الايمج بتاعتي جوه تاج، ادي اهو ده التاج اسمه سلايد شو ككلاس، والاي دي والايمج، حطيت الايمج سورس ورا بعضيها كده. هو بياخد الايمج سورس دي وهو يتعامل معاها حسب الطيب اللي انا قلت هنا. انا قلت ان انا اخترت موضوع الفيد، ادي اهو الفيد تايب. في طبعا شافل وفي حاجات وسكرول اب وات ايفر انت عايز تستخدم ايه، ولكن انا اخترت الفيد. فهي دي ميزه الديفيجن كلاس. الديفيجن تاج بتحط جواه الايمج سورس ورا بعضيها، تاجز ورا بعضيها ك اتش تي ام ال تاج. ادي التاج اهو، ادي الايمج سورس، ودي الاتريبيوت بتاعته السورس والويدث والهايت، ولكن نفس الكلام بتحطهم ورا بعض وهو بياخدهم ويبدا يعمل اوتو ارينج. يمكن لو نلاحظ ان هم هنا مش ظاهرين في الديفيجن الثاني، ولكن هي انا عشان مديله ستايل معين. لو نشوف الستايل بتاع السلايد شو، ادي السلايد شو، والشرب دي معناها ايه؟ معناها ده الاي دي بتاعه. لو حطيت نقطة او دوت معناها ان انا بكلاسيفاي ات باي الكلاس بتاعه، فيا اما انا بختاره بالكلاس. ادي دوت اهو، يعني الكلاس اسمه نجست، نجست اسم الكلاس، او شرب معناها ان الاي دي اسمه شرب. ماشي. الاي دي قصدي اسمه سلايد شو. عشان بس هو يمكن مش ظاهر هنا الايمج ورا بعضيها. ليه مش ظاهره ورا بعضيها؟ لان انا قايل له في الستايل بتاعك اللي اسمه سلايد شو، انت كاوفر فلو، هو قايل ان انت هتوفر فلو، لا هيدن الاوفر فلو على حسب الويدس اللي عندك. انا احنا قلنا الويدس 400، فانت اخرك 400. لو في اكتر من 400 ما تطلعهوليش واعمله لي هيدن. الكلام ده كله طبعا بيتعمل ازاي في سي اس اس ستايل. هقول edit rule لو انا عندي موجود existed. لو عايز اقول نيو بقول نيو، تطلع للصفحة دي، تمام. هنا كلاس، يعني انت بتختار باي الكلاس، الكلاس اللي هو ده الايدنتيفاير بتاعك. يعني هو بيتكلم على الايدنتيفاير، هنا الايدنتيفاير بتاعك الاي دي بترفير لل HTML element على طول، يعني كبادي بتيمبلمنت كل البادي بتاع ال HTML based on your selection. يعني ايه؟ مش برضو يعني لو عملت كده، ادي الديفيجن ده كده موجود جوه البريف، موجود جوه الديفيجن ده، صح؟ هو كده موجود اهو. طب لو انا سلكت البريف 1 اللي هو موجود جوه البريف، تمام، وقلت نيو سي اس اس، فهيطلع لي الصفحه دي.
هنلاحظ ان هو جاب لي الادرس بتاعه ادي اهو بريف 1 عشان انا كنت عامل له سيلكت بس. ماشي ادي الكومباوند لو قلت له ليس مور ماشي. طبعا هو قال ان انت اتكيت اوكي يبقى انت كده هتختار الاتريبيوتس بتاع الستايل اللي انت بتاع الديفيجن معين ده. طب ايه الاتريبيوتس؟ ممكن الباك جراوند تختار الباك جراوند البوردر البوكس هنا الويدث والهايت يعني البوكس فيها الويدث والهايت تمام وبرده الباك جراوند بتاعتي وبتقول له مثلا عايزها تبقى سنتر مش عايز يبقى فيها ريبيت الريبيت بتاعك نان البوزيشن الاوفر فلو اهو ده الاوفر فلو اللي احنا قلنا عنه اللي انا بعمل هيدن للاوفر فلو وادي البوكس بختار الويدث والهايت ماشي. مش عايزين نخش ان ديتيل كتير في الموضوع ما يهمنيش ان اخش ان ديتيل ولكن هو ان انا لقيت كلمه الشارب دي شارب دي معناها ايه؟ معناها ان انا كده مختاره. احنا قلنا ان في حاجه اسمها تختاره بالايدنتيفاير بالاي دي وتختاره بالاي دي وممكن تختاره بالكلاس. لو انا قلت بالاي دي يبقى هيظهر لي شارب. طب لو انا قلت بالكلاس لو بالكلاس هيظهر على هيئه دوت على هيئه دوت زي كده تمام ماشي. بعدين برضو نخش ان ديتيل في الموضوع ودي الاتريبيوتس بتظهر من غير ما انا اقعد اكتب الكلام ده حاجات جاهزه سي اس اس ستايل بتعمله بسرعه. وادي البادي كلاس ده كده لكل الاتش تي ام ال المنت وده سي اس اس بتاعنا تمام. وقلنا ميزه الديفيجن كلاس ايه ميزته؟ ان هو بيعمل لي تقسيمه زي دي. طبعا التقسيمه دي عشان تظهر لازم الفلوت بتاعك يبقى بيساوي ليفت. هو ان انت قلت في الستايل الخاص بالديفيجن ده قلت له الفلوت بتاعك ليفت هيجي كده هتلاقي مثلا ينزل كده يعني هما في الاصل معلش ادي هو هنعمل كات ماشي وعادي بقى نمسح. يعني هي الميزه في كلمه الفلود دي هي الفلود دي هي اللي مأثره معانا وهي اللي خليته كده تمام. ده كده الاصل بتاعنا يبقوا محطوطين تحت بعض. حاجه على البريفيوس اللي هو اول واحد واقول له الفلود بتاعك بيساوي ليفت هيحصل ايه؟ هنلاحظ ان الصوره جت كده. نفس الكلام للاتنين التانيين للنكست. هو انا قلت النكست هي جت كده محتاج برضو اقول للسلايد شو الفولود بتاعك ليفت تمام هتبدا تتعادل معانا بس كده ماشي. وطبعا الباك جراوند بتاعتك الايمج وعايزها سنتر ما فيش مشكله باخده زي ما هو كده كوبي وبعدين بحطه بيست فين في الفيجوال ستوديو. احنا شرحنا المره اللي فاتت السلايدر ادي اهو ده السلايدر بتاع المره اللي فاتت ده كده بتاع المره اللي فاتت وقلنا ان انت ممكن تعمل كده وتعمل كده وده لينكات تختار اللينك اللي انت عايزه هيطلع لك الفيديو كونفرتر عايز تمشي كمان واحده هو بقى بيبدا يعمل عمليه اللوب باك بقى. ده بالسي شارب ده مش بالجي كويري ولكن هو بالجي كويري اسهل لان انا ما بعملش حاجه خالص الكلاسز مكتوبه وانا بستخدمها جاهزه تمام. هقفل بقى السلايدر اللي بالسي شارب ونشوف السلايدر اللي بالجي كويري تمام. الجي كويري احنا قلنا ان هي جافا سكريبت يعني ادي السلايدر تمام. ببدا امبورت الفايلين بتوعي احطهم هنا ادراج ودروب الفايلين بتوعي السايكل وال 1.8 1.5 تمام. ببدا اخش في السورس اولا ده ايه؟ طب ده بانر عليها هايبر لينك البانر عليها هايبر لينك ويمكن نازل تحت شويه عشان يظهر في الصوره تحت في المهم البانل وده برضو ده ديفيجن اسمه بريفيوس وده ديفيجن اسمه بانل وده ديفيجن اسمه نيكست تمام. تلاتة هم نفس اللي هناك برضو وده الباك جراوند بتاعته ايمج تمام وده الكلر بتاعنا الباك جراوند كلر ولكن انا بقول ان عشان تطلع للصورة هتبقى فيه هنا حته رصاصي تجمع ما بين اللونين الترانسبيرنت والجري لازم تكون الصورة من اول وجديد. طب ازاي هتبني الصورة؟ هي دي الفكرة ان انا عندي اللينير جريديت برش بتجمع ما بين اللونين
الجري والترانسبيرنت. ادي الريكتانجل بتاعي. الريكتانجل الريكتانجل بتاعي انا هناك كنت بعمل بيكشر بوكس واحط عليه لينك ليبل. انا هنا مش محتاج اعمل بيكشر بوكس ولا ان احط عليه لينك ليبل، لان انا ممكن احط على البانل احط عليها الهايبر لينك، حط على اي حاجه الهايبر لينك. دي ميزه الاي اس بي يعني عموما دوت نت. طيب انا عندي ثلاث صور، فقلت هتعمل عمليه لوب ثلاث مرات. هتعمل ايه في اللوب الثلاث مرات؟ هتاخد الايمج فروم فايل، تمام. طبعا هو هنا حدد الباص ايه، هو راح للميثود اللي اسمها جيف باص. الميثود اللي اسمها جيف باص دي بتحدد الباص بتاعنا ايه. لو الاكتب يساوي صفر يبقى الباص بتاعك كده والسيف، وهتسيف هنا نفس الكلام الباص بتاعك كده والسيف باص، وبعت لها الاي. مش مهم الكلام ده، مش عايزين نخش نقتل، ولكن انا عايز ازاي كونت الصوره بحيث ان هي تطلع في الشكل ده كده. ازاي الصوره تطلع في الشكل ده؟ تمام، شايفين كده؟ احنا شايفين هنا يجمع ما بين اللونين الجري والترانسبيرنت، ده اللينك ليبل، ده اللي قصدي الهايبر لينك. اللينك ليبل كان هناك طبعا، ده الهايبر لينك والفول كلر بتاعه. يجمع ما بين اللونين الترانسبيرنت والبتاع ده. مستطيل انا حطيته في الحته دي، مستطيل انا زرعته في الحته دي، تمام. ازاي بقى المستطيل ده؟ عشان كده انا بقول ان الايمج بتاعتي انا خدتها عملت بيت ماب فاضيه، حطيت فيها الايمج بتاعتي وعملت لها الريسايز على قد البانل بتاعي، وبعدين بدات اعمل جرافيك وخدت الجرافيك فروم ايمج. دي الصوره بتاعتي، خدتها من حطيتها في الجرافيك، وبدات اقول اللينير جراديانت بتاعتي اجمع لي ما بين اللونين الجري والترانسبيرنت، مع العلم ان هي بتاخد ريكتانجل المساحه اللي انت عايز تشتغل فيها في اللينير جراديانت برش كتدرج يعني ما بين الالوان. انا قلت له هنا فيرتيكال، ولكن هيبدا يفل الريكتانجل بتاعنا في الجرافيك. ادي البرش وعايز يتفله كواي فين الهايت بتاعه 150 عشان يبقى تحت، يبقى المستطيل تحت. وادي الطول بتاعه، ادي الويتش بتاعه، ده الهايت بتاعه 50، الطول 50 والعرض 340، تمام. ده المستطيل بتاعنا اللي هو بيجمع ما بين اللونين الترانسبيرنت والجري. وبدات اقول للبانل دي ميثود بتعمل ايه. الميثود دي بتبدا الميثود دي تسيف في ال كبيت ماب في السيرفر دوت ماب باص. ده يعني ايه سيرفر دوت ماب باص؟ اللي هو الفولدر بتاعي، بتريفيل للفولدر. لو قلنا اوبن فولدر ان ادي اهو، لو هنلاحظ ده الكونفرتر، ده الصوره الاصليه، ودي الصوره اللي هو عمل لها سيف، هي 1 كونفرتر 1. دي الصوره اللي هو عمل لها سيف. السيف باص 1 دي جابها منين؟ لان هو قبل كده، قبل الميثود دي، هو راح للجيف باص 1 وادى السيف باص واداها البتاع، ماشي. مش عايزين نخش انت تيل كتير، ولكن اقول بعد ما بيخلص العمليه اللوج بتاعه ويبني الايمج بتاعته بيعمل ايه؟ بيدي نافيجيت يو ار ال الهايبر لينك، تمام. وبعد كده بيقول للباك ايمج يو ار ال بتاعتك الباص 1 والباص 2 والباص 3، تمام، البانل 1 والبانل 2 والبانل 3. هنشوف السورس كود بتاعه ازاي. ادي الديفيجن اللي اسمه بريفيوس، وده الديفيجن اللي اسمه سلايد شو. هنلاحظ جواه ايه بقى؟ جواه البانل 1. بعدين نزلت كده، عشان ايه نزلت ده بقى؟ نزلت دول ليه؟ ده كده بي ار دي بترفيل للسبيس يعني، او ممكن ترفيل للسبيس عن طريق اللي هو الان بي الان بي اس بي، تمام، عشان بس يطلع في المكان المرغوب. يعني الهايبر لينك حطيته موجود اهو عشان يطلع في المكان المرغوب. نفس الكلام بين الاثنين، بين الثلاثه. دي الاتريبيوتس بتاعتها وماشي. وبعد كده قفلت الديفيجن بتاعي، قفلت الديفيجن، وبعد كده حطيت الديفيجن ليست مونيكست، مع ملاحظه ان كل واحد من دول ليه ستايل. الستايل بتاع سترايت شو اهو، واهم حاجه بس موضوع الفلوت اللي بتساوي ليفت دي،
ادي الفلوت وادي الفلوت. وبالنسبه للسلايد شو بتقول له الاوفر لود او الاوفر فلو بتاعك، لو حصل اوفر فلو او زياده اعمل له هيدن، هي دي الميزه. تمام، وليك ويدث للديفيجن بتاعك وكل حاجه بحيث ان هو يطلع لي بالشكل ده. ماشي، يمكن الكود ما فيهوش اي تركات، الكود سهل جدا. انا كنت حاولت بس موضوع الجيف باص ان هو بدل ما يروح مرتين ويجيف الباص، انا قلت بدل ما تروح مرتين هو كنت كان المفروض تبقى مره واحده ونحط فيها، يعني نحط هنا ونحط الباص والسيف باص مع بعض ونفس الكلام نسيف في نفس الحته يعني. ولكن حاولت اعمل تايمر وابدا اتك على التايمر ولكن ما جتش، هي لازم اتنين ميثود عشان عمليه ال الكونكرنسي. تمام، ده الموضوع ببساطه، وده الجي كويري ببساطه. الاثنين جي كويري هما بتحطهم عندك، بعد ما حطيتهم عندك وعملت الديفيجن بتاعتك بتبدا تديهم كحاجات جاهزه، يعني كحاجات جاهزه. يعني ايه كحاجات جاهزه؟ بتقول له هل الدوكيمنت بتاعك ريدي. تمام، بتدي له هنا السلايد شو ده اسم ايه، السلايد شو ده اسم ال الديفيجن او اسم الاي دي بتاعي، الديفيجن اي دي، الديفيجن اي دي، الديفيجن اي دي بتاع السلايد شو اسمه ايه، اسمه سلايد شو، ده الاي دي بتاعنا. فهو بيتعامل مع الاي دي. ماشي، هنا اهو ده ال ادي دوت سلايد شو. معلش انا عايز اشوف بس لو شلنا هنا وحطيت دبليو. تمام، وقلت له رن، ايه التصرف عندك؟ هل مظبوط؟ ماشي، يبقى سلايد هنحط شو، يبقى ده الكلاس. وهنا قلنا له دوت ماشي. انا حطيت دوت دي معناها ان انا بريفيل للكلاس، ها كان قبلها شاب بتريفيل للاي دي، ولكن هو هنا معلش الدوت سلايد شو دي معناها بيريفيل للكلاس. لو كان حط شارب يبقى بيريفير، لو حطيت شارب هنا يبقى ان انا بريفيل للاي دي. تمام، مش مهم، ولكن يعني ايه اس دوكيمنت دوت ريدي؟ معناها زي هواير ان البيج لود كده، زي هوايل ان البيج حصل لود، حصل فيها عملية لود، مش بري انيت ولا حاجة، ولكن هو لود عادي يعني، مش قبل اللود، لا هو اللود. يعني في حاجة كان اسمها بري انيت بتريفير ان انت هوايل ان انت قبل ما تلود البيج يعني، ولكن هو دي معناها ان انت هوايل ان انت بتعمل لود للبيج. هتروح للميثود اللي اسمها سايكل. تمام، هتبدأ تعمل ايه؟ هتختار ال التايب بتاع التايب بتاعك بتاع الموفمنت بتاعتك، هتبقى كفر مثلا. ممكن نختار هنا فيد. النكست بتدي له الشارب دي معناها ايه؟ شارب دي معناها ان انا بريفيل للكلاس، معلش اقضي للاي دي، لو حطيت دوت يبقى انا بريفيل للكلاس، معلش الحته دي مهمه جدا. بقفل السكريبت بتاعي. تمام، هو البرنامج متوفر على الـ على الـ على البروجرام ريبوزيتوري، متوفر اوبن سورس، اوبن سورس، ومتوفر على الفور شيرد. ولكن عايزين نختار نشوف كده اول حاجه، طيب اللي هو اللي اسمه كفر. تمام، هنلاحظ ان هو كفر بيكفر. لو هعمل كده ادي اهو، ولو هرجع ماشي، طبعا دي لينكات، لو هفتح اللينك من دول هيجي لي ايه؟ هرجع تاني معلش، دي اللينكات بتاعتي. هختار تايب تانية، احنا قلنا ان الموقع ده متوفر يعني، هختار حاجة تانية اللي هو اختار هختار الفيد. تمام، هكتب بدل كفر، هكتب ان هي في اكتر من تايب يعني، هكتب فيه. تمام، هبدأ ارن.
الاحظ الصوره بتبدا تشحب، يعني هي تايبز، يعني تايبز من البتاع. لو عايز اختار تايب تانية مثلا اقول له شافل، تمام كوبي، هي تايبز يعني جي كويري ميزته ان هو انا ما عملتش حاجه اصلا، انا مجرد بختار التايب. ويمكن بالسي شارب انا كنت مصنعها بالطريقه المعينه، لكن هي ميزه الجي كويري هي سهله جدا. تعالوا نروح نبص اللي بيحصل. ادي الجي كويري اهي، دي ميزه الجي كويري، حاجات شكلها حلو قوي يعني. لو اتحطت في سايت طبعا بتدي منظر حلو قوي كانك بتقلب صفحه بالظبط. فدي ميزه الجي كويري عموما. هنختار حاجه اسمها تيرن داون، نشوف ايه موضوع التيرن داون ده. تيرن داون في حاجات، في انواع كتيره يعني، في سكرول اب وفي فيد وفي شافل. شوف كده ده اهو، ده تقريبا التيرن داون ماشي. في انواع كتيره، الموقع موجود. هنبدا نشوف التوتوريال بتاعته ونبدا نجرب الموضوع. هو كود جافا سكريبت عادي. ايه المطلوب مني؟ المطلوب منك ان انت لو شغال دريم ويفر بتادي السكريبت بتاعتك، بتادي السكريبت بتاعتك فوق، وتبدا بعد ما تعمل ادي السكريبت، بعد ما تعمل ادي السكريبت بتبدا تستخدم الميثود اللي هي دي، وتديها بتديها الكلاس اللي اسمه ديفيجن الكلاس، والديفيجن اللي هو اسمه بريفيوس بتديهم لها. فانت لما تتك هنا كده يحول يرجع شمال، يرجع بريفيوس، وهنا يروح نيكست، وبتختار التايب، ما بتعملش حاجه. وده الديفيجن، الديفيجن ده اللي فيه الايمج بتاعتك محطوطه ورا بعضيها، ما بتعملش اي حاجه اصلا، بتحط الايمج ورا بعضيها في الديفيجن اللي اسمه سلايد شو. ادي الايمج، بيقوم الايمج سورس، بتحط التاجات بتاعتك ورا بعضيها ورا بعضيها ورا بعضيها، هو بيتعامل معاها ويبدا يعمل لها اوتو ارينج، ويبدا يعمل انكريمنت حسب التايب اللي انت عايزه. ده الموضوع ببساطة. الفايل ده برضو موجود، هحطه كلينك برضو، دوت اتش تي ام ال، هحط ده كده، او الفايل ده دوت اتش تي ام ال، بحيث برضك لو حد عايز يستفاد من جافا سكريبت والاوبن سورس بتاع البرنامج. لا ده كده كنا عملناه المرة اللي فاتت، احنا عايزين اللي هو بالجي كويري. ايوه هو ده اللي بالجي كويري، اسهل ويعني مور باورفول، احسن ما نستخدم ان انا اعمل الكود. احنا زي ما شفنا المره اللي فاتت انا عملت الكود، صنعته طبعا، الكود زي ما انتم شايفين يعني كونكرنت كنترول وبتاع، فهو طبعا الجي كويري اسهل في الموضوع. طيب كان معكم احمد زكريا.